ما زالت أزمة السكن في العراق تمثل واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة، فعلى الرغم من إنشاء العشرات من المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات خلال السنوات الأخيرة، غير أن التقديرات الرسمية تشير إلى حاجة العراق لنحو 3 ملايين وحدة سكنية في عموم البلد للقضاء على هذه الأزمة وما نتج عنها من غلاء في أسعار العقارات والقطع السكنية والبيع والإيجار، ناهيك عن انتشار ظاهرة العشوائيات التي شوهت المظهر العام وأثقلت كاهل المدن وخدماتها وبناها التحتية والخدمية. بعض هذه المجمعات أنجزت وفقا للتوقيتات الزمنية وشغلت بساكنيها، في حين ما زال البعض الآخر منها متعثرا ومتلكئا من ناحية البناء والإنجاز والخدمات العامة، ما جعلها عبئا آخر على المواطنين الذين لجأوا لشراء وحدات سكنية فيها رغم ارتفاع أسعارها بغية تحقيق حلمهم بالحصول على سكن دائم. فعلى سبيل المثال، كشف ممثلون عن أصحاب الوحدات السكنية في مجمع أبي الفضل السكني في منطقة الحسينية ببغداد عن معاناتهم من تأخر التنفيذ وتسلم وحداتهم رغم دفع مبالغ مالية كدفعات مقدمة، شهدت هي الأخرى ارتفاعا تدريجيا زامنه تغيير في مواصفات وجودة البناء المتفق عليهما في عقود الشراء. وكذلك الحال بالنسبة لمجمع زهور بغداد السكني وسط العاصمة، والذي شهد هو الآخر توقفات عدة وتأخيرا كبيرا في جداول الإنجاز المتفق عليها، ما أدى إلى عدم استلام المواطنين لشققهم رغم انتظارهم لسنوات مضت على موعد التسليم، إضافة إلى معاناة القاطنين منهم من عدم تزويدهم بالكهرباء الوطنية حتى الآن وعدم اكتمال الخدمات الأخرى المتمثلة بالأبنية المدرسية والصحية والتجارية وغيرها. شكاوى المواطنين ومعاناتهم وصلت إلى أغلب الجهات الرسمية والمعنية، لا سيما الهيئة الوطنية للاستثمار وفروعها، والتي وجهت بحسب مصادر مطلعة إنذارات للمستثمرين المتلكئين مع تهديدهم بسحب الرخص الاستثمارية، وألزمتهم باستئناف عمليات البناء والإنجاز. كما أعلنت الهيئة الوطنية عن عملها مع هيئة استثمار بغداد على إنشاء 46 مجمعا سكنيا في بغداد بالتزامن مع الإعلان الحكومي عن الفرص الاستثمارية لخمس مدن سكنية جديدة في بغداد وعدد من المحافظات، في مسعى للحد من أزمة السكن المستفحلة بالبلاد منذ عقود. لبرنامج دينار، أحمد محمد صالح، العراقي الإخبارية، بغداد.